ساتر يا رب. ان شاء الله تكون الناجحة، ان شاء الله هذه تكون الجيدة، ويتمكن يتوفق هنا محمد شوشة في رفع هذه هذا الوزن 178 كيلوغرام، واهداء مصر والعالم العربي الميدالية الذهبية في هذا اليوم السعيد. ما زال نصف الطريق. اهدى يا محمد، وممتازة جدا، ممتازة جدا، والحمد لله. هنا محمد شوشة يرفع 178 كيلوغرام، يرفع 178 كيلوغرام ويمر إلى المركز الثاني. الآن المواجهة ستكون مفتوحة مع الأوزبكي سوبيروف وكذلك الإيراني رضا.